أنا إمام مسجد وقد جاء من الوزارة. نعم. يقول أنا إمام مسجد. نعم. وقد جاء من الوزارة عدم السماح لأحد بإلقاء كلمة إلا بإذن مسبق من الوزارة. فإذا جاء أحد لإلقاء كلمة وعظية وليس معه إذن، فهل يجوز لي أن أسمح له بإلقاء الكلمة؟ لا، ما دام أمرت بهذا فعليك السمع والطاعة، وتبلغ الشخص هذا، تقول له يا أخي إحنا عندنا منع ولا نقدر، فعليك السمع والطاعة في هذا.